زي ما شايفة هذا هو بيتي، ما في ولا حاجة. طبعا أولادي مرة مؤدبين، ما رح يتعبوكي ما عليكي، شطار يناموا بدري، نحن بس 24 ساعة رح نختفي وإن شاء الله نرجع. أوكي الأولاد أمانة عندك، أهم شيء الأمانة. أوكي ما عليكي، أنا هذه لعبتي، يعني الأطفال مرة أحبهم. لعبتك؟ إيش اللي لعبتك؟ أقول لك أهتمي بيهم اهتمام. الحفوظة 13 مرة تغيري لهم هي. ها؟ كيف 13 مرة؟ ما أدري، على حسب ما الحفاظة توسخها بس أغيرها، هذا اللي أنا أعرفه. لا يا عيوني هذول بناتي، لا غير، تغيري لهم الحفوظة كل بعد شويتين، غيري لهم الحفاظة. وفوق كده هنا في نحاس شوية، يا ليت إنك تغسلي إذا ممكن، ما رأبة تعبك. أوكي إذا ما تقدري كمان قولي لي. ما أقدر، لا لا عادي عادي ما في مشكلة، راح أغسل لك النحاس كمان، لو تبي كمان حاجة تانية كمان أنا بسوي لك هي، ما في مشكلة. خلاص كده يعني أنتم اتفقتوا؟ طيب يا حبيبتي خلاص خلينا نحن نمشي بسرعة، الرحلة دحين راح تبدأ، يلا بينا خلينا نروح. يلا استودعتك الله، أمان أطفالي عندك، فاهمة؟ أوكي إن شاء الله، خلاص روحي واطمني، أطفالك أمانة عندي. يا ماما من جدك أنت تبغى تروحي وتتركينا؟ أنا على بالي قاعدة تمزحي معانا، إيش هذا يا ماما؟ ومين هذه كمان؟ هذه المربية اللي راح تجلس معاكم، طبعا هذه راح تكون أمكم لمدة 24 ساعة، لازم تسمعوا كلامها، فاهمة؟ ماما ليش كذا؟ ليش انتوا بتروحوا؟ الحين في رمضان المفروض خلاص ما تروحوا تجلسوا، دايما انتوا تسافروا وتتركونا. خلاص يا بنت بس تكبري ان شاء الله انت كمان راح تروحي معانا. استغفر الله، بعد من طريقي. خلاص خلاص يا حبيبتي خلاص، معليش. يا ربي ايش اسوي معاها هذه؟ خلاص بس 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 من اول وهي بس تبكي، من عارف ايش اسوي معاها هذه؟ يا ربي يوه، هذه ايش تسوي لها؟ طيب يا ربي، يلا بس 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 بس، يلا نامي حبيبي، نامي 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 يا روحي نامي، يا رب انها تنام دحين، يا رب يلا نامي يلا نامي. ايش هذه؟ ايش قاعد تسوي؟ اوف اوف، عملتها يا الله، بداية خير. اوف يلا خلينا اغير لها الحفوظة دحين. يا ربي والله هذا الشيء اللي كنت خايفة منه، اكتر حاجة كنت خايفة منها. اوف خلينا نحطها واغير لها الحفاظة ونشوف ايش في. اوف والله انا اتقرف، خليني اشوف، غير لها الحفاظة. اوف ايش الريحة المعفنة هذه؟ ايش؟ خلاص خلاص كده خلصنا. يي صرتي نظيفة دحين، تنام. يوه اخيرا نامت، يا الله الحمد لله. هذه بس دقايق انا دحين معاهم كده، يوم كامل كيف انا اقدر اعيش مع هذول؟ يا ربي بسم الله، خليني احطها على السرير. بسم الله ايش هذه؟ نامت، اوف الحمد لله. خليني اقفل اللايت، لايت الصحاء بسرعة. اذا ما في شبكة، ما عندهم شبكة هذول؟ خليني اروح اسأل البنت هذيك اللي هناك اذا عندهم شبكة ولا لا. ان شاء الله عندهم شبكة، بس ما شاء الله على صوت الموسيقى، هي صايمة كده تقعد تعزف. يا بنت انا بكلمك، ايش الرمز حق الشبكة حقتكم؟ بنت اكلمي يا بنت، هاي انا اكلمي. يوه ايش دخلك غرفتي انتي؟ وليش ما دقيتي الباب قبل لا تدخل الغرفة؟ انا من اول اكلمك، من اول بدق الباب وانتي ما بتردي ودخلت. ابغى رمز الشبكة. ما في شبكة هنا، انتي جيتي هنا تشتغلي وتهتمي بينا مو تستخدمي الشبكة. اسمعي انا براسل واحدة ضروري، ممكن تعطيني رمز الشبكة حقتكم؟ صح انتي ايش اسمك؟ غرفتك مرة حلوة، ايش دخلك باسمي انتي؟ يوه يلا اطلعي برا بسرعة، روحي اهتمي باخواني الصغار، انا كبيرة ما احتاج احد يهتم فيني. ايه استغفر الله العظيم. بس ابغى ننة، انا ابغى ننة،
أنا جيعانة أبغى ننه. ها؟ صح، انت يومك اصلا ما قالت لي ايش انت تاكلي. انت ايش تاكلي؟ ابا ننه، ابا رضاعه، ابا ننه، ابا حليب. ها، انت تاخذي رضاعه؟ عيب، انت كبيره كيف تاخذي رضاعه؟ ابا ننه. بس خلاص خلاص، دحين بسوي لك النننة حقتك. فين الحليب حقك؟ اصلا امك ما قالت لي عنك ولا شيء، بس قالت على البيبي. يا ربي، دحين انا شو اسوي مع هذه؟ خلاص خلاص حبيبي، تعالي تعالي انا اشيلك. دحين بدور على الرضاعه حقتك واشوف. اوه، هذه رضاعتك صح؟ يلا بنسوي لك دحين نننة. ادري هذا الحليب حق مين، حقه ولا مو حقه ما ادري، بس اني بسوي لها منه. خلاص ما دخلني، خذي الرضاعة حقتك يلا. هاي، ايش بك تكب الحليب؟ يلا اشربي. اوه، هذه مو كبيرة على هذا الشيء؟ والله على بالي انها كبيرة. انت ايش بك؟ ها حبيبي، انت تتكلمي، قلتي تبي ان ليش بعد كده ما تبي تتكلمي؟ ابا ماما، مين ماما؟ ابا ماما، ابا ماما. ها، مامتك ما هي موجودة حبيبتي، خذي الرضاعة حقتك خلاص وبعدين نامي. يلا نامي، لازم تنامي، لا تصحي إلا بعد المغرب. ماما ماما. بس خلاص خلاص، تعالي تعالي انتي. انا ما ادري كيف يعني ايش حسوي معاكي. يا ربي، العبك عبك، يلا العبي يلا. تعالي اركب السيارة حقتك والعبي بيها، شاطرة. هنا في سيارتك، العبي بيها يلا، العبي بيها، خليك مبسوطة. يا ربي، ايش هذه البنت كبيرة وتدلع، استغفر الله. سيلين ايش بها؟ تقول جيعانة تبننا. طيب سويتي لها حاجة؟ ايش تسوي لها؟ قالت تبغى رضاعة، وديتها حليب. مين قالك هي كبيرة؟ خلاص لازم تاكل اكل، قومي اطبخي لها حاجة. اطبخ؟ نحن ما اتفقنا على طبخ. لا لازم تطبخي، حتى انا ابغى اكل جيعانة. ليش انت كبرك هذا مو صايمة؟ لا ماني صايمة، يلا بسرعة سوي لنا اكل خلينا ناكل. يا ربي، اوكي بسوي لكم اكل دحين. لا تحط بهارات في الاكل كثيرة، لان هي ما تحب البهارات في الاكل، فاهمة؟ اعرف اعرف، كل الاطفال ما يحبوا البهارات في الاكل. ايه الله يعينني، بس خلينا نشوف ايش راح اسوي له. حصلي الاكلك، اكلك تحت. ها، ليه ما طلعتي لي؟ هو ممكن جيبي الاكل غرفتي اذا ممكن. قلت لك جيبي لي الاكل حق غرفتي، من اول قاعده انتظرك. هاي، ماني جايبه ولا شيء، انت روحي خذي اغراضك. واه يلا خلاص، ماني جايبه، روحي خذي اغراضك بنفسك. ما يكفيني سويت لك اكل واصلا هذه مو من ضمن المهام اللي علي؟ يا ربي، انت قلتي تبي تصيري ام ليوم كامل، طيب لازم تلبي طلباتنا كلها، الاشياء كلها اللي نحن نبغاها تسوي لنا هي. اقول ما دخلني، روح شيل الاكل حقك تحت، انزلي كلي، جيبي لي الاكل في الغرفه. يا حبيبتي بالعافيه يا عيوني، بالعافيه عليك. يلا تعالي خلينا نروح نلعب، نكمل لعبنا. يلا، تبيني اقرأ لك كتاب ولا ايش تبي؟ ها، قصة 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 قصة. اوكي راح اقرأ لك قصة يلا الحين. اه، تبي قصة عن ايه؟ عن الحيوانات ولا عن النباتات ولا ايش؟ ولا الاميرات؟ هذا الحين ايش قومه؟ انا الحين ماني عارفة اهتم بمين، هاي ولا هذا. يلا يا حبيبتي خلاص، القصة بعدين اقرأ لك هي، بشوف اخوك. قصة 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 قصة. يا ربي، وانا بشوف هذا ولا اشوف هذا، انا ايش اسوي ما ادري. خلاص بس 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 بس، يا ربي ان شاء الله اقدر اشيلهم، ما اقدر اشيلهم هم الاثنين. خلاص حبيبتي خلاص، انت معليش. دوبها اتصلت وسألتني عنك، انت ايش قاعدة تسوي؟ قلت لها انه انت فاطرة. ليش قلتي لها اني انا فاطرة؟ انا قلت لماما انا صايمة، ليش تكلمتي انت؟
خلاص عادي بغير دحين كلامي وبقول لها انك انت صايمة، بس امسكي هذه ساعديني فيها. انا كيف ما اقدر اساعدك فيها هذه؟ صراحة ما اعرف اسويها ولا شيء. يوه اليوم رح تتعلمي، امسك اختك هذه. اقول انا بروح اشوف اختك الثانية. يا رب لازم اعتني ببشرتي زي الناس، ابغى بشرتي تصير تلمع وتلق. انا تعبت، ممكن تشيليها عني؟ والله من اول انا واقفة وانا شايلتها. اقول روحي عني، ما انت شايفتني حاطة ماسك، كيف اشيلها؟ انا مو شايفة ولا شيء. انت كيف تحطي اصلا ماسك دحين؟ ها اصلا ماما قالت لك تهتمي بينا، مو تتركي الاولاد عندي. اختي هذه تبغى تروح الحمام، طيب وديها انت الحمام، بس انت وديها الحمام خلاص، بس غيري لها الحفاظة. لا هي بتتدرب على الحمام دحين مو حفاظة. طيب وديها سهل مرة، وديها الحمام عادي وهي تعمل الشيء اللي هي تبغاه وانت تغيري لها. لا والله انا ما لي دخل. بسرعة خلاص انا تعبت وانا واقفة من اول. يا زيزو الحقي، يا زيزو الحقي بسرعة تعالي شوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، فجعتني ايش فيه؟ واع ايش هذا؟ شيلي حق اختك هذا، حق اختك. والله مالي دخل، ماني شايله ولا شيء. اقول لك امشي هو حق اختك، انا ماني شايله كمان شيء. خلاص ما ابغى اصير لا ام ولا حاجه. شيلي حق اختك بالوساخه بسرعه، شيلي بس العفانه هذه. والله ما اشيل ولا شيء. اقول لك شيلي ولا دحين ادق على امك واقول لها انت مو صايمه. والله راح اتصل على امك واقول لها انت مو صايمه. شيلي بسرعه هذا القرف من هنا، شيل المكان خلاص ريحته تغيرت، شيليه بسرعة. طيب انا اشيله وانت غيري لها، نظفيها غسليها. والله انت اللي تغسل اختك، انا ما دخلني. شوفي هنا المناديل شيلي بسرعة. والله يا زيزو انت استغليتيني اليوم استغلال مرة. يا لا عتي تمسكيني ولا تقربي مني. واع هيكي انت قاعدة تستغلينا كده، انت قاعدة تستغليني انا اختي من اول. شوفيها مسكينة هنا واقفة وما نظفتيها، وانا مالي نظف اختك بسرعة. انا ما قد سويت هذا الشيء في حياتي ولا راح اسويه. يا كرم راح اقول لي ماما، راح اقول لي ماما كل شيء انت سويتيه معانا، انت ما اهتميتي فينا. هذا كله ما اهتميت فيكم، سويت لكم اكل وغيرت حفاظة اختك هذه اول ما جيت. لا اختك الثانية هذه اللي نايمة، وكمان هذا تقولي لي ما اهتميت فيكم؟ لا مو كذا، لازم تهتمي بكل شيء. الاشياء اللي انا بدي اسويها المفروض انت تسويها. والله خلاص جاتني من ربنا. المهم دحين انت قاعدة، انا اعلمك عشان لما امك تجي تساعديها. امي ما طلبت منك هذا الشيء. فكرة. طيب يلا انا موافقة، يلا خلينا نطلع على مشوار. يلا طيب انا بجيب اختك الثانية وباجي. يلعب يروح يلعب وتمشي وانا راح امسكهم. ما عليكي. لا ما ابغى العب ولا شيء، جايبتنا بالله حديقة الحيوانات، انا ما احب هذا المكان. انا ابغى اروح المول، ابغى اروح زي كذا اماكن حلوة. لا والله هذا انسب مكان لكم، ما في ازعاج ولا شيء. اذا رحنا المول ازعاج وفوضى ومع الاطفال هذول، ما احب هذا الشيء. انا لازم تتدربي يا زيزو عشان لما تصيري ام. كيف انت بتصيري ام بعدين وانت قلتي انك ام لاربع وعشرين ساعة؟ وكيف انت ما عمري يوم شفت ام زيك الصراحة. اوف خلاص بس لا تكتري، انا بقوم بدور وباخد اختك معايا. اوكي خديها يلا باي، خلينا اشوف الحيوانات واغير جو. شوف كذا. واه هذا الهمتارو ولا ايش هذا اسمه؟ ما ادري. شوف القطة، القطة تجنن. واه يا حلوة، مرة تجنن. حبيتها مرة تجنن. شوف شوف القطة. شوف القطة. يلا مش من هنا، خلينا نرجعها، دعستها والله. خلينا نشوف باقي الحيوانات. انا ابغى الكلب. واو هو الكلب مرة يجنن. شوفوا كلب كيوت مرة. ما اقدر امسكك معليش، وقف من اول قاعدة تبكي.
رضاعة، ما جبت لها لا رضاعة ولا شيء، ما جبت ولا حاجة معك يا زيزو. كيف تخرجي كذا وما تجيبي ولا حاجة؟ لازم تجيبي. الغبية هذه فين راحت؟ هذه تبي تسبب لي مشكلة مع أمها. هذه من فين راحت؟ يا الله يا ربي ايش اسوي الحين؟ انا ماني عارفة فين حطيت البنت هذه. يا رب ساعدني، فين البنت هذه راحت؟ يا رب ساعدني. لي ساعة وانا ادورها ما لقيتها، فين راحت؟ والله اني افشل ام من جد زي ما هي. يا زيزو انت فين يا زيزو؟ فينك يا زيزو؟ يا زيزو فينك؟ زيزو الحقينا يا زيزو، نحن ضايعين يا زيزو فينك؟ بلغ الشرطة، ما في أحد يعرفهم ولا حد شافهم، لازم أبلغ الشرطة يا رب يرجعوا بالسلامة. والله جبت لي نفسي مصيبة، يا رب خليني أرجع بس. يا زيزو دورت عليك في كل مكان ما حصلتي. يا الله يا ربي شو اسوي؟ خليني ادور على حد، ادق على ماما. لو سمحتي ممكن تعطيني جوالك؟ ايش بك؟ بسم الله عليكي، انا ضعت، ابغى جوالك، ابغى ادق على امي. اوكي دحين اعطيكي، اصبري دقيقه. خالد هلا، ايش في؟ هذه تبغى جوال، تبغى تدق؟ اوكي طيب خليني شوية كده بس حاسب هذا واعطيكي. السلام عليكم، انا جيت ابلغ. هلا وعليكم السلام، تبلغ على ايش؟ في بنت ضاعت، في بنت كانت معايا في محل الحيوانات، حديقة الحيوانات، شعرها لون لون بني، لابسة لون وردي، والفستان حقها لونه لون ابيض، ومعها اختها زي هذه العربية حقتها نفس الالوان. اختها عمرها 3 سنوات تقريبا. اوكي نحن نشوف دحين. اوكي ارتاحي ارتاحي انتي هنا وبنشوف. لا ما ابغى ارتاح، ابغاك دحين تجيب البنات هذول. طب اعطيني رقم اهلها، خليني اكلم اهلها، يمكن راحت عند اهلها، يمكن اهلها جوا اخذوها من نفس المكان. اوكي طيب سجل الرقم هذا وشوف. كله منك السبب، فكرة المربية هذه، مربية فاشلة. قال ام، والله ما ادري انا ايش سوت، بس خلينا دحين نروح نشوف بسرعة، يا رب نحصل باولادنا يا رب. ايش سويتي؟ ايش سويتي يا زيزو؟ والله ما ادري فين راحوا، اعطيني بنتي هذه كمان لا تضيعيها. ايش سويتي؟ والله ما ادري فين راحوا بناتك، كانت هي معايا بس بعد كده ما ادري فين راحت. يا ربي ان شاء الله يحصلوها. بس والله لو ما حصلوهم والله راح تدخلي السجن. يا الله يا رب يحصلوهم يا رب. اخ اسمعوا لو سمحتوا دحين اهدوا انتوا كذا، دحين في واحد قال شافهم، دحين نشوف ننتظر هم ولا لا. اوكي يا رب يكونوا هم يا رب، ان شاء الله هم يجوا، ان شاء الله يجوا بالسلامة. كيف يهدوا بالله؟ بناتي ضاعوا، كيف يهدوا؟ هذه البنت راح تدخل السجن اذا كان ما لقيت بناتي. ان شاء الله يكونوا بناتك لانه في نفس الحديقة حقت الحيوانات. ان شاء الله يا ربي من هذه الفكرة البايخة هذه اللي جابتها. ماما حبيبي يا حياتي خير، يا الله ردت روحي الحمد لله. يا ماما لا تسيبين عند احد، هذه افشل ام افشل مربية. يا الله خلاص تاني ما راح اسيبكم عند احد، انا اسفة والله، انا اسفة ما كان بيدي شيء، والله اني بس لحظة غفلت عنهم، هم ما ادري فين راحوا، اسألي بنتك هي فين راحت. خلاص يا زيزو ما عاد ابغى اسمع منك ولا شيء، خلاص من هنا انتهينا، ولا عاد بسمع صوتك ولا عاد بشوفك في حياتي، فاهمة؟ كنت بتضيعي لي بناتي، انا اسفة والله. خلاص يلا مش خلونا نروح البيت بس، شكرا يعطيك العافية. وانت يا زيزو انتظري هنا، في بعض الاجراءات لازم تخلصيها وبعدين تروحي، رافعين عليك هذول قضية. ها انا ليش؟ انا ايش سويت؟ كل السبب من اولادكم.